فور سبلاي تشين اوبريشن ريفرنس. ده موديل بيجاوب على كل اسئلتنا في السبلاي تشين. لو انا عايز اعرف ايه البروسيسز اللي المفروض تبقى في السبلاي تشين، البرفورمانس ماتريكس بقيس السبلاي تشين ازاي، البيست براكتس اللي المفروض اطبقها لما يكون عندي مشكله في السبلاي تشين، ايفن مور تالنتس، الناس اللي بتشتغل في السبلاي تشين ايه المهارات والتدريبات المفروض يعرفوها. ده موجود دلوقتي اوبن فري لكل الناس على الويب سايت بتاع ASCM.org او ايبكس. لو عملت سكور اس ديجيتال ستاندردز، بناخدك في كورس بنقدر ان احنا نساعدك فيه على يومين. الكورس ده بتتعلم فيه ازاي تقرا الموديل، ازاي تستخدمه، ازاي تطبقه، وكمان ازاي تعمل بروجكت او مشروع في الاورجانيزيشن بتاعتك انك تحسن بيه سبلاي تشين. في حقيقه الامر احنا عندنا مجموعه سبلاي تشينز، وكل سبلاي تشين له بزنس رولز، له حاجات مختلفه. النهارده في السبلاي تشين لما تسال حد يقول لك ده بلاننج، واحد تاني يقول لوجيستكس، واحد يقول ديليفري. انما تخيل الكلام ده اتحط في فريم ورك واحد، ان السبلاي تشين بادي من الاوردر، بعد كده في بلاننج، بعد كده في سورسنج اللي هو البروكيورمنت، بعد كده في ترانسفورم اللي هي مرحله التصنيع او تقديم الخدمه، بعد كده في مرحله الفولفيل، في الريتيرن، بيحكم كل ده اوركستريت. في السكور موجود دور الاتش ار، موجود دور المصنع، موجود دور الاي تي. سبلاي تشين في حقيقه الامر هو اند تو اند، هو من الاورجانيزيشن كلها. فتخيل الموديل ده بقاله اكتر من 30 سنه ديفلوبت، و ASCM بتقدمه لك على طبق من فضه مجاني. سكور فور امبروفينج يور سبلاي تشين. حابب انك ترجع للستاندرز، هي موجوده ومجانيه. حابب تاخد الكورس عشان تبقى فعلا انت، ده بيأهلك انك تبقى كونسلتنت للسبلاي تشين، بيأهلك اي مانجر في اي اورجانيزيشن، في اي اداره جزء من السبلاي تشين لازم يتعلم سكور، لانه بيجاوب على اسئلتنا كلها.